أي السلام عليكم، إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك وصحتين صحتين يا ويلة. إن شاء الله بإذن الله تو قريب تمشي الأمور هذه ونفتكوا من حكاية كورونا. لكن تخيلوا أن الشعب الليبي يكتسب مناعة ضد كورونا. يا سلام الله، وتأثر على قدراتنا العقلية ونولوا إحنا أذكى شعب في العالم. يا سلام الله الله الله، ومعدل ذكاء كل ليبي فينا 10 على 10. نخلوا اليابان والمانيا التالي ورانا، يا الله معاد متفق. يا سلام، خلنا نحلم شوي، خلينا نحلم مدام الدنيا كسر. ونولوا في الاخبار، كل ما تفتح الاخبار نولوا كل اسبوع نسمع فريق الليبي يتوصل لعلاج ضد السرطان، الله الله، وفريق الليبي يعرض دواء الايدز، الله 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 الله، ما شاء الله، وفريق ليبي يصنع جهاز بدل القلب، الله، وينهي الالام الملايين. خلونا نحلم شوي، خلونا نحلم شوي. والطالب الليبي، الله الله، والطالب الليبي يا ابن والدي يكمل اعدادي طول يخش للجامعه، يقرا عامين ويطلع بروفيسور في الفيزياء النوويه. وتعرفوا جامعة هارتفارد هذه جامعة مش عادية. تصور إنها تفتخر بإن عندها أكبر عدد من الأساتذة الليبيين اللي العالم كله يستنى فيهم ويرجي فيهم ويبيهم، وتولي شهادة جامعة المرقب أقوى من شهادة إكسفورد، الله الله. خلينا نحلم شوي. وبما أن ليبيا فيها سفرتة حلبة وصحراء حلبة، العلماء الليبيين يكتشفوا طريقة لمعالجة رمال الصحراء وتحويلها لشني؟ لرخام ومواد بناء وبرسلين. يكفي ولا شني، ويتم بناء أكبر مدن العالم وسط ليبيا، وتولي سكنة ضاوية أكثر من لاس فيغاس، والقطرون تتنافس مع باريس على لقب مدينة النور، وبرج مرزق يخلي برج خليفة لاطة تحتها بـ80 متر، ومدينة جالو تولي أعجوبة العالم في الهندسة المعمارية. خلينا نحكي شوي. ومش هيك وبس، ويجونا خبراء العالم ليستفيدوا من التجربة الليبية في مجالات الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر. ولا نقول لكم أحسن حاجة، نكلموا مجموعة علماء ليبيين نعرفهم أنا أصحابي، يصنعون سفينة فضائية عملاقة، عرفتوا كيف بتسكتوا فيها، إحنا كنا الليبيين، ونركب فضاك الصاروخ ونمشي لكوكب اسمه المريخ بروحنا، وخلي يقعدوا فيه. نقول لكم حاجة، خلي يقعدوا فيه كوكب الأرض، مش بتملبط عليها الليبيين بس، كوكب المريخ، ونصنعوا حضارة جديدة ونسموها حضارة الليبو. ونعيشوا بسلام ومحبة احنا وصغارنا. ونقول لك خلينا نحن، أي السلام عليكم.